التنمية يلي عم نجرب فيه نرسم بسمة على وجود ولادنا ونترك بسمة تفيدهم بعامهم الدراسي يلي صار على البواب ونكون عم نساعد الأهل لأنه نحن بنعرف الأعباء يلي عم بمروا فيها. شو عم نعمل بمخيمنا الصيفي يمكن عم تتساءل؟ عم نجرب قد ما فينا نساعد على تقوية الأطفال بالمواد الأساسية ويلي كلنا شفنا ومنعرف كيف قطع العام الدراسي العام الماضي والصعوبات يلي عم تواجه الطلاب. خطر كبير عم نجرب نتفادى حصوله وانتشاره هو الجهل والتسرب المدرسي، وكلنا منعرف انه هيدي الوسيلة يلي الوطن بيستعيد صحته فيها وهي العلم. ركزنا على صحة الطلاب النفسية وهيدا باعتمادنا على وسائل تربوية هادفة بتنشط ذهنية الطالب وكمان بتراعي نفسيته. وما نسينا ابدا انه الولد بده يلعب وبده يرسم ويتسلى، لهيك كان في صفوف الفنون والأنشطة وكمان الرحلات يلي بتعرف الأولاد على مدينتهم. بدرس وبتسلى هو شعار مخيمنا الصيفي الأكاديمي الترفيهي الأول بآي إم دي. تابعونا على صفحة آي إم دي على إنستغرام حتى تشوفوا كل جديد عم نقول فيه، وشكرا. رسالة لآي إم دي شو بتقولي لهم؟ بدي أقول لهم شكرا كتير وبحبكم كتير كتير.